صنف من الناس حذر النبي منهم فاحذر أن تكون منهم. ومن هم المجاهرون الذين أصيبوا بهذا الداء الخطير؟ سوف نتأمل اليوم حديثا نبويا شريفا ربما معظمنا يغفل عنه أو يتجاهل عنه أو لم يسمع به من قبل، حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، الحقيقة اليوم سنعيش مع هذا الكنز النبوي الذي حذرنا من عمل خطير جدا الكثير قد يقع فيه. هناك فئة من الناس سماهم النبي صلى الله عليه وسلم المجاهرين. من هؤلاء المجاهرون؟ ما هي قصتهم؟ لماذا كل أمة حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام، أي كل المسلمين، معافا إلا المجاهرين؟ ما هو العمل الخطير الذي عملوه؟ دعوني مباشرة أتأمل معكم هذا الحديث العظيم، ثم نتأمل هذا الحديث لكي نحذر ما نبهنا منه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل أمتي معافا إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وطائفة من علماء الحديث، حديث صحيح من حيث المعنى، من حيث المتن، من حيث السند، من حيث المنطق العلمي، من حيث أن معظم مشاكلنا اليوم ربما بسبب عدم مراعاتنا لنصيحة النبي عليه الصلاة والسلام. انظر أخي الحبيب، الإنسان ما دام صامتا الحقيقة المشاكل في حياته قليلة. متى تبدأ المشاكل؟ مع الكلام. إنسان عمل عملا بالأمس، تكلم بنميمة على فلان، أو ارتكب معصية ما، نظر إلى ما حرم الله، شاهد فيلم إباحي مثلا، أو نظر إلى امرأة أعجبته وبدأ يتحدث عنها، أو ربما ارتكب معصية ما وستره الله، لأن الله أخي الحبيب يعطيك الفرصة تلو الفرصة لتتوب إلى الله. يعني الله عز وجل تواب. الخطأ ليس مشكلة، الذنب ليس مشكلة، المشكلة أن تنغمس في هذا الذنب وتنسى الله عز وجل، وتنسى أن الله يريدك أن تتوب إليه. ولو أننا لم نعص الله لذهب الله بنا وجاء بأناس يعصون الله، يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم سبحانه وتعالى. ولكن هنا الستر الذي ألقاه الله عليك لكي يحفظك من الشر، على الرغم من أنك لا تستحق ذلك. يعني أنت تعلم أن الله يراك ثم تعصي الله عز وجل. طيب، الله سترك لكي لا يفضحك، ولكي يعني لا تدخل في مشاكل كثيرة، ولكي تتوب إلى الله، لأن الله يقبل التوب، يقبل التوبة عن عباده، ويقبل توبة التائبين سبحانه وتعالى. هو القائل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وبالتالي أخي الحبيب، هذا الحديث يحذرنا من عمل كثير من الناس يقوم به. كثير من الناس يفتخر أنه يكذب، كذب على فلان، وهذه معصية كبيرة جدا. المؤمن لا يكذب أبدا. إنسان تكلم بسوء على شخص
طيب سترك الله، تب إلى الله واستغفر لهذا الإنسان وانتهى الأمر. أما هذه الطريقة تفتح عمل الشيطان، عندما تتحدث عن هذه المعصية لفلان، هذه المعلومة ستنتقل من شخص إلى آخر. ومن أسوأ العادات اليوم التجسس، أصبح الموبايل وسيلة للتجسس على الآخرين والتقاط الصور والتجسس على خصوصيات الآخرين. والله تعالى يقول لنا ولا تجسسوا. فالتجسس ليس من صفات المؤمن، والكذب ليس من صفات المؤمن. هذه المعصية عندما تنتشر بين الناس، دائما كل واحد ينقلها للآخر بشكل مضخم، يعني يكبر هذه القصة، يكبر هذه المعصية. ثم يعني ماذا تستفيد إذا حكيت للناس عن معاصيك؟ ما هي الفائدة؟ ستجد أن التوبة صعبة أيضا، لأن الشيطان يفرح بك عندما تفضح نفسك. فإذا أخي الحبيب، هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لك أنت معافا إلا إذا جاهرت بالمعصية. يعني إنسان أكل الربا بدأ يجاهر بالمعصية. هناك من الناس من ينظر إلى هذا الإنسان على أنه قدوة، فيعصي الله بمعصيته. يعني مثلا إنسان يضحك على الناس في تجارته فيغش، وهذا الإنسان قدوة بالنسبة لي العمال عنده، مثلا للعاملين عنده يعتبرونه قدوة، فيبدأ كل واحد منهم يعتبر أن سلوك هذا الشخص هو السلوك الصحيح، فيبدأ هو أيضا بالغش والكذب وخداع الناس. إنسان سرق فيصبح ستره الله، ولكنه يفضح نفسه أمام الخلق، بدلا من أن يستغفر الله ويتوب ويرجع ما سرقه لصاحبه ويطلب منه الصفح والعفو والمغفرة، يتحدث ويتباهى بين الناس. فكثير من الناس قد يتأثر بمعصيته ويكررها. إنسان شاهد فيلم إباحي مثلا، ستره الله، في اليوم الثاني يصبح ويقول يا فلان أنا رأيت كذا ورأيت كذا ورأيت كذا، حتى تصبح هذه المعاصي أمرا طبيعيا بين الناس. فتجد أن فلان يشاهد هذا الفيلم وفلان يشاهد والثاني والثالث، ويصبح الأمر طبيعي، لا يوجد أي رادع، لا يوجد أي خوف من الله، لا يوجد أي إحساس بمراقبة الله عز وجل. لذلك هنا أخي الحبيب، لو طبقنا هذا الحديث اليوم، سنجد أن كثيرا وكثيرا من الناس للأسف من المجاهرين. فلذلك هنا يعني خلاصة هذا الحديث الشريف، ينبغي أن هو المفروض أن لا تخطئ، ولكن في حال أنك ارتكبت معصية، فإذا ما سترك الله وسترت نفسك، ابدأ بالتفكير بالتوبة إلى الله، كيف ترجع الحق لأصحابه. ابدأ فكر كيف أنك لا تعصي الله أبدا. الله سبحانه وتعالى يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، يعني في حالة السرور الرخاء عندما يكون معه المال ينفق، والضراء إذا كان وضعه ضيق جدا في حالة ضر وضيق ينفق أيضا. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، ماذا فعلوا؟ تحدثوا مع الناس فضحوا أنفسهم؟ لا، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن أنت عندما تفكر بالتوبة، تفكر أن ترجع الحق لأصحابه،
تفكر أنك لن تعود لهذه المعصية أبدا ولم يصروا على ما فعلوا، وتستغفر لا تجد الله توابا رحيما، وتجد مع تكرار هذه العادة أنك تدريجيا توقفت عن المعصية. بينما إشاعة الفاحشة والمعاصي بين المجتمع ستجد أنك انغمست أكثر وكنت سببا في انغماس غيرك في مثل هذه المعاصي، واستحوذ عليك الشيطان ونسيت ذكر الله ولم تتب إلى الله، فأصبحت التوبة صعبة جدا. نسأل الله عز وجل أيها الأحبة أن يجعلنا ممن عافاهم الله من هذه المعاصي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.